أكثر من 50% مما تمتلئ به سلات المهملات من بقايا الطعام والنفايات العضوية، فبدلاً من أن ترميها، لما لا تستخدمها في مزرعة الديدان وتحصل على تلك الحديقة المنتجة الصحية التي طالما حلمت بها؟ تعتبر مزرعة الديدان خياراً رائعاً لإعادة تدوير البقايا الطعام والمواد العضوية، خاصة لمن ليس لديهم إلا مساحة محدودة. لتجهيز المزرعة، اختر أولاً موقعاً ظليلاً بدرجة جيدة حتى لا تتعرض الديدان لحرارة عالية. ثانياً، فقط أضف الديدان، وأخيراً عليك تغذيتها. الديدان تحب قشر الخضروات والفاكهة، خاصة الأفوكادو، الموز، والقرع أو اليقطين. قلب الفاكهة المخلوطة بعد عمل العصائر، أكياس الشاي والقهوة المطحونة، وقشر البيض المهشم. ومن ناحية الأخرى، الديدان تكره منتجات الألبان، اللحوم، السمك، الأغذية كثيفة الزيت، الحوامة، البصل والثوم. سرعان ما ستجد لديك الآلاف الديدان التي تحول بقايا الطعام إلى كتلة غنية مثل التربة، وسائل من مزرعة الديدان لتثرى حديقتك ونباتاتك. ومزرعة الديدان خيار مثالي للأشخاص الذين يعيشون في وحدات سكنية، فهي لا تحتاج إلى مساحة كبيرة وتمنحك سماداً رائعاً، ومن أجل حديقتك المنتجة الصغيرة. كن شجاعاً وافعلها، فسوف تفاجئ نفسك. إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات، فيرجى الاتصال بمجلس مدينة هولرويد على الرقم 98409840 أو زيارة موقعنا الإلكتروني لإدارة النفايات والبيئة www.envirohcc.newsouthwales.gov.au. هذا المشروع مدعوم من Environmental Trust في إطار مبادرة Wasteless Recycle More التابعة لهيئة New South Wales EPA، بتمويل من رسوم إدارة النفايات.